رقم من الوقت ادينا الروشته اللي بيها نعدي للادوار اللي بعد كده، عندك روشته؟ يعني طبعا اللعيبه تبقى على نفس الروح، لعيبه على فكره ابراهيم، يعني انا بشكرهم اولا، اللمه كويسه جدا، واضح الحب في المعسكر بشكل كبير، واضح كمان اللعيبه كلها. يعني بص، محمد صلاح يعني بيتكلم على اللعيبه كويس جدا، بيقول ان احنا هنبقى افضل من كده. محمد الشناوي قال ان احنا بعد مباراه نيجيريا اتلمينا واتكلمنا مع بعض، فانا بشكرهم. يعني يا رب ان شاء الله باذن الله الروح تبقى كده على طول، نحاول بقدر الامكان نعلى في الجوانب الفنيه، بقدر الامكان نعلى في الجوانب الفنيه دي. هتبقى عايزه من مستر كروش انه يركز بنسبه كبيره جدا في التشكيل اللي هيبتدي بيه المباراه، مش السودان اللي بعده. يعني ان شاء الله باذن الله احنا ان شاء الله بنسبه كبيره واصلين ان شاء الله تاني المجموعه، اذا لعبنا الجزائر او كوت ديفوار ايا كان، نركز جدا من دلوقتي للمباراه بتاعه دور 16، ان احنا المباراه دي بجد هتبقى فيصليه بالنسبه لنا. لو عديناها هتدينا ثقه كبيره جدا، هتدينا ثبات في ارضيه الملعب، هنروح نلعب على البطوله. صحيح، وكمان هتبقى مقياس لينا لتصفيات كاس العالم. اذا شكلك كان زي نيجيريا انت نفسك هتقلق، سواء كمدير فني او كلعيبه او كشعب. انت هتبقى قلقان جدا لو لا قدر الله اديت بشكل وحش، لو خرجت من كوت ديفوار او من الجزائر، لو لعبت بشكل وحش، لو المنتخب الثاني تسيد المباراه زي ما نيجيريا عمل، لو انت كنت يعني تتغلب كتير وربنا ستر، كل ده هيقلق الشعب المصري. لكن الروح والقلب والحماس والرجوله يبقوا زي ما هم، نحاول بقدر الامكان النواحي الفنيه التشكيل يبقى مظبوط، التغييرات تبقى مظبوطه، كمان كل لعيب يحاول بقدر الامكان انه يطلع احسن ما يكون فنيا. خلاص قلب وروح وجدعنه، خلاص انا واثق في اللعيبه كلها. لكن مصطفى محمد عنده احسن من كده، مرموش عنده احسن من كده بكتير، النني عنده احسن من كده، كل اللعيبه خصوصا في الجزء الامامي عندها احسن من كده. حجازي هايل طبعا، عمر كمال عبد الواحد كتر الف خيره، كويس جدا. محمد عبد المنعم في تجربه صعبه جدا، ايمن اشرف راجل بمعنى الكلمه بيأدي في اي مكان، ودي مساله صعبه جدا ان انا اكون بلعب مع النادي الاهلي سيرد باك على طول ناحيه الشمال، وتنقلني باك ليفت، وتبقى الناس كلها عايزه مني اداء احسن ما يكون. ده في صعوبه طبعا، لكن بيأدوا بشكل كويس جدا. اتمنى الجزء الامامي بس، وحتى الناس اللي تنزل تبقى مؤثره كمان بشكل كبير.